خد يلا خد يلا، انت متنكر في لبس مراتك ولا ايه؟ ولا انت كوفي ميكس؟ بس كوفي ميكس 3 في 1، انت بس 2 في 1، ولا انت 3 في 1 واحنا ما نعرفش؟ بنت، هو انت قريبة ميسي اعتماد؟ هي كانت دايما تقول وحياه شنب ده ما حد هيفلح فيكم، والحمد لله كلنا فشلنا، ولا واحد في الفصل لا مؤاخذه خد مؤهل، كلنا بقينا من منازلهم. اه زي ما بقول لكم كده، والله مش بهز، اللي اتجوز اتجوز واللي استسهل استسهل. تعالوا كده يا جماعه نتفحص ونتمحص في قلب الغرفه اللي هي بترقص فيها، اللي تتقرص في نفخه الاوضه لا مؤاخذه توحي لك ان هي بتاعه ولاد، ومضمون الغرفه تحس ان هي ولادي وفي بنات. في ايه؟ هو انهي جزء اللي دخل على التاني؟ طخ يا حبيبتي، حاسب الاحسن تشرقي ميه المالحه لما بتيجي في الزور بتطلع لمؤاخذه من النوز، بتبقي طول النهار ماشيه تعتصي كده على نفسك. انت اللي شقلبتيه؟ هوية ام مفتريه. خلاص كده الوضع عيب وغلط وما يصحش، حتى لو كان الشاتق خالص. هو اي نعم الشاتق ما يوحيش ان هو فيه خراوي خالص، بس ما يصحش برضو عيب. روحوا بقى وانا هعمل نفس ان انا ما خدتش بالي، انا بس والمتابعين بتوعي اللي بيحبوني يعني يرضوكوا حبايبي ما يشوفوش الحاجات اللي انا بشوفها، ده حتى يبقى غلط. ده 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 مش فرح، ده انا عارفة. كنت زمان بشوف الستوات القديمه قوي دول بيعملوا ظريف، دول يصوتوا ويلطموا، تفهموش هما بيصوتوا عشان خايفين من العفريت ولا هما بيخوفوا العفريت؟ والسؤال ده فضل يتكرر في ذهني كثيرا من الوقت، بس انا من النوع اللي بحب انفر، بس برضو كل شويه الفكره ترجع تنط في ادمغي من تاني. بس لما بشوفكم بحس ان الحمد لله الواحد مش هبة الواحد. اللي انا مش فاهماه في هذا الفيديو، حتى الطرحه مش راضي عن الموقف. ام هند، الفكره اللي انا مش فاهماها في هذا الفيديو، هم دول الفرقه ولا دول المعازيم؟ ان هم فرقه وعاملين فرح، ولا دول معازيم وقلبوا فرقه؟ يعني ارجو التوضيح ليا بقى في الكومنتات، عشان انتوا عارفين برج الاسد ده مش ذكي، هي بتيجي معانا بالصدفه والناس معتقده ان احنا اذكياء، لكن والله العظيم صدفه وتسهيل من عند ربنا مش اكتر. ربنا عالم بينا. اتفضل الان، يعني اتفضل. ايوه انا شفته وهو لما مؤاخذه بيبربر، ملهاش معنى تاني، بيبربر في الطرحه. يلا ده انت يوم الفرح يلا انت بتبربر لها في الطرحه من دلوقتي، بعد كده ايه؟ هتسبحها بتفه في وشها وتمسيها بتفه في وشها؟ يا اتفضل. النصيحه بقى من اختك، ها؟ قبل عيد ميلادي بشهرين، خلي ردك على قد الفعل. هو مسح مناخيره، مسحي مناخيرك بس، جزاء من جنس العمل. لكن ما تتخطوش بقى اللي بعد كده. ليه؟ انت ضربتي دلوقتي بايدك صح؟ ايدك القميله دي ممكن هو يروح لطشك بالقلم او مديكي لما مؤاخذه بوكس في وشك. هزقتي نفسك قدام المعازيم ومنابك غير اصابه في وجهك، واحنا عايزين نطلع من غير خساير. انما انت لو مسحتي مناخيرك كده في هدومه، هو مش هيرد لك المسحه، خليكي ذكيه او عفاف. انت زي لهجة القشطة، الله اكبر، خمسة وخميسة عليكي. بس انا عايزة احكي لك تجربتي في هذا العالم مع الذهب. استني بقى، الطرحة مش عاجبها الكلام النهاردة، مش عارفة ليه. عرفنا ان انت كريبي وبتتزحلقي، ما تخينيش عايزة اصور. انا الوحيدة اللي بكلم الاشياء، محدش ركز معي عشان ما يتجننش. احكي لك تجربتي المريرة في هذا الكون بالنسبة لمؤاخذة للذهب. يا اختي لما جيت اتخطب، خطيبي قال لي ايه بقى؟ قال لي يا بتي يا رباب، تعالي ننزل انا وانتي بس عشان اهالينا ما ينقوش هم الذهب على مزاجهم. ركزي ها، وتنقي كل حاجه نفسك فيها وانا هعمل لك اللي انت عايزاه. طبعا انا زي اللي هبلك، انت وقتها لسه صغننه برد. قلت له ماشي ومشي، دي كده على دماغي انا. شوف يا ستي، رغم ان انا ما كنتش جابه ذهب كتير، يعني هو انس يلا مؤاخذه وخدشم ودبله وتشوينز والكلام ده، بس بدع عنك يعني. دبله بعد الخطوبه طقت من نص من هنا. استغفر الله العظيم يا رب، القر مذكور وكل حاجه، بس مش في وقتها حكيت الدبله جت نصين. عادي. مش مشكله، ده غير ان النور والكهرباء اللي في البيت كانت بايظه. مش هدخلكم في تفاصيل، المره الجايه هحكي لكم ايه نبذه نبذه كده عن حياتي. المهم الله اكبر، يعني انا بس مش عايزه اتوهكم،
هو حضرتك مش خايفة لحسن تتحسدي؟ الملبن ده كله الله أكبر شايل تقل ودهب. مين ابن السخية اللي عامل فيك الواجب ده؟ أمال إحنا يا أختي بيجوا عندنا بيمسكهم لمؤاخذة الفقر والصداع، وعيلته كلها تتلم حواليه كده زي الناموس، ويتهموكي إن أنت داخلة تسرقي ثروته الوهمية اللي هي تلات أرباعها أصلا جمعيات، وباقي الشهر التلاجة بتبقى فاضية، بس هما مقتنعين ان انتي هتسرقي ثروته اللي هي لسه ما جاتش، فاحنا عايشين في مأساة. بعدين يا اختي لا مؤاخذة، حتى انتي لو بتعملي دعاية لشركة تانية فايه الدعاية دي كلها؟ انا مش بور خالص. لا يا جماعة، ده مش موادين العفش لا مؤاخذة او لابسين اللي في النيش، دي كرافتة ذهب. على سيرة الذهب اللي انا كنت لسه بتكلمكم فيه من شوية، دي بقى لمؤاخذة كرافتة الذهب بيلبسوها الناس الاغنياء قوي 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 اللي معاهم فلوس، دول مش عارفين يودوها فين. هو حتى كده لو هنلاحظ هنلاقيها مركبها لمؤاخذة عربية كوبي، بس هو لابسها يعني سيلفر عشان الجولد، يقال انه حرام للرجالة. الذهب الابيض والاسفل يا اخويا حرام برضه، حتى لو لبستها زرق. دول بقى حبايبي بيحمل العروسة بمية الورد، بس حضرتك عندنا احنا طشت، هوريهولك دلوقتي اللي احنا كنا بنحمي فيه العرايس زمان لا مؤاخذه. اصلك انت يعني لو حد عمل لك في سوب البتاع البلاستيك اللي انت قاعد عليه ده، هتلاقي نفسك بقى بميه الورد ده بقيتي بسوى الارض. انا بفهمك، بس هاتي يا بنت الطشت ده، انا لازم اجهز اكسسواراتي كلها معايا. ده الطشت يا حبيبتي، الطشت ده بتاع حماتي الله يرحمها، انا قلبته من البيت عاد ولا حد قدر يعمل معايا حاجه. الطشت ده بس كان الكبير الزن كده ولا مش عارفه اسمه ايه. كنت بشوفهم بقى لا مؤاخذه يقعدوا العروسه وستات العيله كلها لا مؤاخذه يخشوا يحموها كانها هي جربانه ما استحمتش، تروح تتجوز يا اخويا وترجع الشقه لا مؤاخذه يدخل تعبان قد كده في رجلها. وانتوا عارفين بقى بيوت العيله بيحصل فيها ايه، تعبهم بيجي على الفاضي. بعدين سيبك من الورد وبصين الاطفال اللي انت قاعده فيه ده لا مؤاخذه، مش البرانيت دي والشنيول اللي عامل قد كده ده فوق الدماغ، مش ده كان في العصر الروماني؟ احنا في العصر اللي لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وربنا يلطف بنا جميعا. وبعدين يا حبيبتي مش قادره تشتري لها قوس ب7.5 جنيه، جايبه لها الجردل بتاع العيال اللي بيلعبوا بيه رمل، مش كفايه ان انت مقعداها في البسين بتاعهم؟ الرموش ايه اللي ب100 جنيه؟ هو انت حاطه لها رموش هنا مش حاطه لها رموش هنا؟ هي الحواجب دي عامله كده ليه؟ ها؟ ردي، الحواجب دي عامله كده ليه؟ هو انت حضرتك لما تكتري فيها التمانيات والسبعات دي انت كده بتديها كثافه؟ مش شايفاها مكسوفه ولا حاجه ومبجحه في وشها ايه؟ واقفه عامله زي الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 100 جنيه؟ ده هي اصلا هتدفع ولا 50,000 جنيه عشان تشيل التشويه اللي في وشها ده، وادي دقن لو اتشال. انت ايه بقى الموظف؟ وانت ايه؟ طب وليه حضرتك بتقول لنفس اللفظ بالمعنى؟ ما تقول داخل اعمل بيبي او داخل الحمام مزنوق. هو انتوا ليه لما بتحبوا تطلعوا بره لازم تطلعوا اسوأ ما فينا؟ ها؟ وبتقيس هنا بتدفع لها؟ بتعمل بيبي عنوتة؟ انا اسمع ان احنا بنجيب جبنه زيتون شاي عنوته، قفلوها النوته دي دلوقتي وبقت شكك، ودلوقتي من كتر ما زهقوا من الناس بقوا كاتبين كده يافطه كبيره على المحل وانت داخل، الشكك ممنوع والزعل مرفوع. انا عايز اعرف بس الزعل رفعوه ودوه فين؟ قاعده ادور عليه بقالي يومين مش لاقياه. لو عرفت مكانه قول لي. ماشي، تعالى بقى انا وانت نكمل، انت كنت بتقول ايه؟ تعال تعال تعالى عشان انا شايفاك انت مزنوق في الكلام مش مزنوق في البيبي. لازم نوري ابن نحمته اللي قاعدين طول النهار على المصطبه يلتوا ويعجنوا في سيره الناس، انا سافرت الصين وعملت ايه؟ انا ادمان فيها فلوس، فانتوا هتزنقوا نفسكم، مش زي عندنا يا حرام. احنا نبني الكوبري من هنا ويطلع عنا في الكوبري ويتبني؟ لو راجل كده ها امشي من جنب كوبري ولا من تحت كوبري، لازم تبقى ماسك بلاغيه. اصل هي العربيه ما بتمشيش لوحدها، هو ليه الاستهتار بالارواح كده؟ مش للدرجات دي يا جماعه، هو مش ترند. بعدين في عيال صغيره ممكن تقلد الحاجات دي، اهاليهم فعلا معاهم فلوس مركبينهم عربيات لا يدركوا الخطر، مش متعودين ان هم يحلوا مشاكلهم، لازم بابي ومامي يجي يحلوا المشاكل، وده مش مشكلتنا خالص لانه عنده اللي يحلله،
انما احنا لا قدر الله حد اتخبط على الطريق مين هيحلله بقى؟ نراعي بعض شوية، احنا عايشين في هذا الكوكب عشان نتعايش مع بعض مش عشان نعيش على بعض. طب ما كان حد يقول لي طيب انه رحلة فردية. ليه؟ رايحة تاكلي حمام؟ صح؟ انا قلت كده بالزنبريخ اللي انت حطاه فوق دماغي دي، انا قلت دي راح تاكل حمام، انا مش رغاية. بس بستنتج بقى اللي جاي بعد كده. اتفضل. يعني كان حد يقول لي الخبر ده بدل ما اعرف من بره ويبقى شكلي وحش. النضاره دي صغننه خالص، اقلعيها عشان اعرف اشوف بريق عيونك. انت عينك لونها ايه؟ انا عينيا بالنهار بتبقى لونها بني وبالليل بيبقى لونها اسود، بتغير كده مع نفسها عشان تعرفوا بس ان الاوبشن ده موجود عندي انا بس. قلتولي انه رحله فرديه بدل ما انا قاعده بقالي سنين في كرسي جنبي فاضي مستنيه الشخص يجي وما جاش. مين قال لك ان هو جاي؟ هما ما بيجوش، هما بيبقوا عايزين اللي يروح جايبهم كده من قفاهم، لكن يجوا لوحدهم ما هم عارفين اللي فيها. هو بصي اول ما هيشوفك اول 5 دقايق انت حبيبتي وانت عرضي ومراتي واختي وحبيبتي وصاحبتي، تمام؟ يخش الموضوع في الجد. وبعد الجواز اول ما اشوف واحده حلوه انا متخانق مع مراتي وبنام في اوضه الاطفال ومراتي بتقرقط في ضوافرها طول الليل وانا من كتر مشاكلها جت لي حاله نفسيه وبقيت اتعالج عند دكتور نفساني وهي سرقت فلوسي وبعد ما سرقت فلوسه وشردته في الشوارع والكلام ده كله بتعض بقى وهو نايم او بتطفي السجاير تحت بطاطه. فنصيحتي ليكي يعني لو انت عايزه تاخدي بنصيحتي خلي الكرسي فاضي بدل ما دماغك هي اللي تبقى فاضيه. هتبقي ماشيه في الشارع تعملي كده تبص حوالين نفسك.